موجز الاخبار من المحور اهلا بكم انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي اعصار اثنين بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية والذي يستمر على مدار عدة ايام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين. يأتي ذلك التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. كما نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريبا مشتركا مع الجانب البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة في التعاون الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت، يأتي ذلك في إطار حرص العديد من الدول الشقيقة والصديقة على تنفيذ التدريبات المشتركة مع الجانب المصري في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة نظرا للخبرات الكبيرة المكتسبة والمستوى الراقي لعناصر المهندسين العسكريين في ذلك المجال، فضلا عن اعتمادها على مناهج علمية متطورة تمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل اليها بكفاءه واقتدار القت الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي الكلمه الافتتاحيه في الجلسه المعلوماتيه التي عقدت بالتعاون مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريه في اطار برنامج التعاون الاقليمي الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الاوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط واوضحت وزيره التعاون الدولي ان الهدف من برنامج التعاون الاقليمي الجديد خلال الفتره من 2021 الى 2027 هو دعم تنفيذ لتنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة في إطار حرص وزارة التعاون الدولية على تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي ومنها برامج التعاون الإقليمي والتي تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات وال القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في مصر ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضا من خلال خلق شراكات مع وزرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 2 مليون و438 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها وحتى اليوم وذلك تحت شعار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وأضافت الوزارة في بيانها أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري لسيدات الحوامل كما أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لمليون وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج والتي انطلقت في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي تحت شعار مئة مليون صحة وأضافت الوزارة في بيانها إصدار مليون ومئة وسبعة وتسعين ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة للمقبلين على الزواج موضحة أن الشهادة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الاصدار ولافتة الى ضرورة اجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يوما قبل اتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية يختتم منتخب مصر بقياده مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم في مدينه سان بيدرو الافواريه استعدادا لمواجهه الكونغو في العاشره مساء غد ضمن منافسات سمن نهائي امم افريقيا ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز الاول للمنتخب في البطوله بعد التاهل من المجموعه بثلاثه تعادلات